السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الشقيقه، صداع الراس، صداع النصفي، منافع لا تعد ولا تحصى. بالمناسبه هذه الوصفه عطاتها لي واحد كليون، تحيه ليها من هذا المنبر. بعدا كانت فيديو كنجح وقررت ندير فيديو باش نشرحها، حيت كانت ما مفهوماش بزاف الوصفه. وصفه مكونات جد بسيطه وفيها بزاف منافع. مكون الاول الخسامه الزرقاء، مكون الثاني الورد البلدي، مكون الثالث القرنفل او عود النوار، مكون الرابع الزعتر، مكون الخامس فليو، مكون السادس ماء الورد. ماء الورد المقطر، يعني ماء ورد مقطر يكون مزيان، كاليتي مزيان. هذا ماء ورد فيه رائحه رائعه، دوماج ما تقدروش تسموها ليسونسييل، شي حاجه واعره بزاف. غادي ندير لكم الوصفه. الوصفه هي عباره على غتشدوا هاد المكونات كاملين، طحنوا كل حاجه وحده، وتاخذوا ملعقه من فليو، ملعقه فليو، ملعقه زعتر، جوج ملعقات ديال القرنفل. تقريبا المكونات كاملين ملعقه، حتى القرنفل كديروا جوج ملعقات. اشرح لكم طريقه الاستعمال. كلشي بارطاجي الفيديو باسكو فيه بزاف ديال الافاده. ملعقه ديال الورد. هاد الوصفه مزيانه للناس اللي كيعانيو من الحكه في الراس ديالهم ولا القشره، بالنسبه للناس اللي عندهم شقيقه ولا يعني الم في الراس ديما، ف تريز افيكاس هاد الوصفه. حيت انا ملي عطاتها لي السيده جاو خداوهم عندي الناس، شفت فيديو كان كما قلت لكم بشهر وعطاهم نتيجه رائعه. ليسونسيال نكملوا الوصفه. ملعقه ديال الخزامه الزرقاء ديما كنوصي بها، الخزامه الزرقاء هي الوصفه، هي الخزامه المزيانه. غنجمعوا المكونات كاملين ونخلطوهم مزيان، فيهم واحد الرائحه رائعه سبحان الله، بحال على شكل نفقه. هادشي كيدار نفقه مزيانه حتى تساقط الشعر، مزيانه الفطريات اللي كيكونوا في الشعر، وفيها بزاف منافع اخرى اهمها علاج الشقيقه. بون غتاخذوا جوج ملعقات ماء ورد يكون حار، نخلطوا المكونات كاملين يوليو على شكل عجين. ومن بعد ما نمشيو للحمام ونساليو، كنديروا المكونات للراس ديالنا وكنحزموهم بشي فولار ولا شي شال، وكتباتوا بهم النهار الاخر، كتولي تغسلوهم وكتعاودوا نفس الطريقه لمده ديال 3 ايام. كلشي بارطاجي الفيديو احباء، احبكم في امان الله وحفظه ورعايته.